معنا واحد السيدة تيك توكر مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاطمة بنت عباس. عندها واحد المحتوى بحال بزاف ديال المحتويات، كدير فيه، كتنشط مع المتتبعين ديالها، كتضحك معاهم، كتدير اغاني، كتشطح. المهم محتوى بحال بزاف ديال المحتويات، واكيد اي واحد عندنا تيك توك راه ملي غتكون طالعه غتبان لك فاطمة. مؤخرا وقع ليها واحد المشكل، مشات لها القناة ديالها، حتى كتكتشف وكتصدم حسب التصريحات ديالها ان اللي دا ليها القناة ديالها هو رضا ولد الشنوية. هذا الشيء اللي قالت لينا، ومنين سولناها واش انت متأكدة، قالت لك اكيد انا متأكدة، وسمعتنا بعض الاوديوهات ديال واحد الشخص اللي هو اللي دا ليها القناة، قال لها انا محرضني رضا ولد الشنوية. كاين هذا الشيء فاطمة ولا ما كاينش؟ صح. السلام عليكم، عليكم شنو السلام. واقع بيناتكم؟ اختي، هاد السيد ما عندي بيه حتى شي علاقه. هاد السيد كانت ايه عندنا، السيد عندكم بيهم علاقة؟ لا باش نقولوا انتوما كنتو جيران حنا شوف، ما كناش غير جيران، حنا كنا صحاب وكنا حباب تماما. وهاد الناس كانت رابطنا واحد القرابه بيهم كبيره، اللي مع المرحوم ديالي والاب ديالي هو اللي اول مره عرفني عليها، وجاب عندها للدار على وقال من؟ لي على على الشنوية؟ خديجه على خديجة. الشنويه، وقال لي هاد السيده راه بنتي، واللي ما بغاش ليا بنتي ما عندي ما ندير بيه. تقبلنا داكشي ديال الاب ديالنا هي وبنياتها، وجاو عندنا وبركوا معانا، كان عندهم رغم المشاكل في السكن ديالهم، والاب ديالنا وقف معاهم الله يرحمه، وكان ديرها بنته عزلي منا حنا. دابا انتم خديجه الشنويه كانت مثابه الاخت ديالكم، نهار متابعة. جابها السي عباس الله يرحمه، دخلها لها الدار ودخل على مي خدوج، قال لها هذه ديريها بنتك. بنتنا. يعني هذه بركت معاكم في الدار وشاركتوا تبصيل واحد وهضره وحده وحتيت واحد واسرار وحدين، والبنيه ديك الساعه صغار. البنيات صغار، لا من الدريه الصغيره عندها غير 9 سنين، اللي كبر منها هي عيشه كانت عندها 11 سنه، كانوا كيقراو في مدرسه الرشيدي، كانوا تما كيبقاو اسبوع كامل. حنا اللي كنجيبوهم السبت والحد، كانت اختي مسكينه من امي هي اللي كتبقى تصب ليهم، تفلي ليهم، تغسل ليهم، مقاداهم. هذيك بقات معنا هنا 10 ديال كنا كناكلو مجموعين، لدرجه النهار اللي با مسكين وقف معاها وقاد الوثائق، كانوا غاديين خارجين وشافوا واحد الدويره هنا، والام ديالي كانوا غاديين خارجين للسوق السويقه، بشهاده الجيران وبشهاده الحباب اللي كيسمعوني، الا كنت هذا الشيء كنقول فيه كذوب يدوا لي كومونتير يقول لي كذوب. هذا الشيء اللي كتقولي لهاد الناس راه كذوب، حيت هذا الشيء ماشي ساهل اللي كنقول. شافوا واحد الدويره وجات قالتها لامي، وشافوا امها ليها وداك الشيء، وتكلف فلوس بعدا باش تشري، وكتكلف. كانت خديجه كانت اللي جابته في النهار كضربوا في الليل، زلات عيش لا زدها. خديجه عارفين الناس كاملين اشنو كتسوى، عادي اللي جابوا النهار كانت كتكسب الذهب ديالها اللي هو باعته كيسوى 12 مليون، وكانت عند الوالده ديالي ديك 12 مليون. وجبنا واحد السيد اللي داعي الاسماء ديالو انه خدام في لابونك، كان صديق ديال الاب ديالي، هو اللي تكلف بداك الشيء كامل وتكلف بالاجراءات ديال خديجه، وخدات ديك الدويره وصلحتها وقادتها، خدات الكريدي، وكنا كنا كنروجوا في البنوك ديالنا. لما الاخ ديالي الكبير كنا كنروجوا لخديجه، كنا كنتعاونوا مع خديجه باش دير مسكن البنياته ما تبقاش يتلوطوا في ديال الكرا، كانت عندها المال وما عارفاش ما دير بيه. ومن جيت عندنا لهاد الدار وريناها ما دير. با كنت تعرف على الله يرحمه؟ با كان مسكين انسان كيمشي، كان مولاي ابو عزه، كان كيمشي يضحك مع راسو، تلاقى معاها حتى هي في هذاك الموسم وضحكوا ولعبوا، انت بنتي هذاك با، صافي ديك المعاشره بيناتنا من اول. هذا اللي غنعاود لكم من الاول، والناس اللي كيشوفونا من الدومين ديال خديجه ولا ديالنا كيعرفوا هذا الشيء. وكان راجلها ضابط شرطه راه معروف لداعي الاسم غادي نجبدو، كان صاحبنا وصديق ديالنا وكل شيء. حنا كنا عايشين تحت سقف واحد في هذا البيت. راجلها بات البنت الصغيره. انا المهم داك الشيء كيبقى يتحملوا مسؤوليتهم، انا ما عارفاش. كندوي على اللي عارفه. راجل خديجه كان ضابط شرطه. نعم. ما نقولش الاسم ديالو. كنا كنعيشوا كاملين، كنا كنبركوا كاملين، كنتخالفوا السدر كاملين، البنات كيغسلوا هنا، كيصبنوا هنا، كناكلوا هنا، كنشربوا هنا. كانت خديجه كنقدروا التقدير والاحترام فوق راسنا. هذا الشيء حتى شرات الدار وبقات العلاقه. من اللي عليك ولا؟ هادشي قبل ما تشري الدار. ولا هي كانت مزوجه مزوجه والراجل ديالها كيجي عندكم؟ اييه كان راجلها عايش معانا، راجلها عايش معانا وكينعس معانا وكياكل معانا وكلشي كيقضي معانا. كان الاخ ديالنا مثابه الاخ ديالنا راجلها، كنا في هاد الدار كناكلو كنشربو كنعيشو هنا، ما كانش عندنا سوء ديال التفاهم.
لا كاين حتى مشكل، ولادها كانوا ولادنا، الصابون فينا، الماكله فينا، كتمشي تقضي غراضاتها وكتسافر بالسيمانه وبالجوج، وحنا اللي كنعيشوا الدراري كيجيو من المدرسه، حنا اللي كنعوموهم وكنقادوهم. ولا كان هادشي كذب كتبوا الكومنتات الناس. هاد سيدي نهار الاب ديالي مسكين ناض مع 8 الصباح مشى مع خديجه على قبل شي اغراض ديالها، با يا الاعمار بيد الله ما نقدرش. شرات ديك الساعه الدار با صافي دفع لها، قالت لها داكشي ديالها وغتاخد الساروت صافي. الاب ديالي عطاها الساروت داكشي، الاب ديالي مشى معاها من 8 الصباح للرباط تقضي شي اغراض ديالها هي ماشي ديالنا حنا. مشى معاها مسكين من 8 الصباح، جا مع ديك الربعه ديال العشيه 8 ونص مات الاب ديالي بسكته قلبيه، طاح لي السكر ماكلاش نهار كامل مسكين وديع. جا هي كانت كيقول لك ما شغلكمش، الا قالت لي هي العافيه غنمشي معاها فيها، هي كاسبه العقل ديال با وكتدخل هذاك الشيء اللي كديروا معاه هذاك الشيء كيبقى بيناتهم، حنا ما شغلناش بيناتهم. يكفي ان شاف فيها هذيك بنته الثانيه، ربما هذا الشيء حتى هو. انا كنت وحده اللي عند الاب ديالي تيقول لي هذه الثانيه ديالنا، ملي شفنا المشاكل بزاف وقعات وطقعوا لي سرقات بيني وبين هذه السيده، المهم بزاف ديال الحوايج وقعوا، جاو شهودات ديال الناس ديال الدومين ديالنا اش كيشهدوا. خديجه بقاي مع الناس استقرار، مادام الاب ديالهم مات وداك الشيء غتبقاو في الحربيات مع الدراري ولا مع البنت. انتوما تقلقتوا حيت مات باك النهار اللي خرج معاها؟ لا دارت العشاء وتكلفات، هي خدات العشاء وداك الشيء، وراه جيت كلب العزاء كامل ودرنا العشاء ديال الاب ديالنا. توفى الاب ديالك؟ با توفى في 2009 في شهر 4 نهار 8 توفى الاب ديالي. من تما وهي ساكنه هاد السيده هنايا، نات واحد اختي ملي كثروا الوليدات وصداعوا المشاكل قالت لها خديجه من مي يخرجوا لك السويرتات تمشي للمحل ديالك، ما بقيتوش فاهمين صافي تمشي. كثروا شويه المشاكل بزاف ولينا فيها مع بعضياتنا، مشات هاد السيده بحالها لدارها، بقينا محبه صافي. مات باكم كثروا المشاكل، كثروا المشاكل بحال هذاك هو اللي كان جامع الشيء. بقينا محبه لبعضياتنا، كنشوفوا بعضياتنا اللي كنا في شي مناسبه في شي ليله ولا شنو، سلام كنعرضوا على بعضياتنا، كتعرض علينا كنتعارضوا كنمشيو كنجيو، ما كاين حتى شي مشكل بيننا وبين هاد السيده. بناتها كيدخلوا عندنا للدار كنعرضوا عليهم، لا شي معروضه عندنا ثلاث ايام وانا كنشدها، مني طياب مني شوا، انا كنتوحم انا كندير داكشي في سبيل الله، كنوكل وكنشرب، كانوا عايشين معنا كنقولوا خوتنا صغار ماشي مشكل، ربيناهم على ايدينا خوتنا هادو. لدرجه دوزتوا مع بعضياتكم خير، كيقول خدوج نمشي منا ولدها صراحه كيقول امي راك تي امي كتلف على راسها عبد الحق. النهار اللي جا هاد السيد دخل الحياه ودار السوشيال ميديا، واخا رضا فين كان في هذا الوقت اللي كانت هي جالسه عندكم؟ كان عنده المشاكل، كان انه هو كان عنده لا ديك الساعه كان اسود لا واش كانت مربيه؟ لا 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 ما كناش كنشوفوه عندها، لا 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 ما نكذبوش. رضا كان داخل خارج في المشاكل ديالو اللي كيدير، والعالم راه كله عارف ان رضا اش كان كيستعمل واش كان كيدير، انا خصوصياته هذيك ما نقدرش انا غنتداخل فيها. هو فايس معود كل هذاك الشيء كيبقى كيهمو دا هو راه عاود على حياته، هو كان داخل خارج ما كانش عايش مع خديجه. حنا عرفنا خديجه عرفنا هي وبنياتها وراجلها، ما كانش معاهم هاد السيد، حيت السيد ملي كان تيخرج من السجن كان كيجي عندنا معروض للمناسبات ديالنا، باقي صغير نقول لك عنده 15 سنه كان كيجي عند والده يجذب يضحك ياكل يشرب يمشي بحاله. يعني حتى هو كان هنا عندكم؟ حتى هو كان هنا وعايش معانا هنا. يعني انتم مدوزين الخير في بعضياتكم؟ كان هنا مفوتي الخير في بعضياتكم. باقي ربنا خلقتنا، حنا كنعرفوا بعضياتنا، لا علاقه ما عندناش اش نقول على بعضياتنا، حنا كنا واحد الناس عاديين بسطاء وباقي البسطاء، ما كاين حتى شي حاجه. اختي كسر الغل نهار اللي دخلت لهاد السوشيال ميديا انا، وكبروا الاولاد وتيا كبروا لها البنات والولد ديالها، ولينا كنتفادوا بعضياتنا. وزعما دابا انت قلتي لي واحد القضيه، قلتي لي كنا خواتات كنا كنعيشوا يعني القبر الله يرحم القبر وما خلى الانسان ملي كيوصيني على واحد الانسان وكنكونوا دوزنا الخير مع بعضياتنا راه كنوليو اكثر من العائله. ملي كبروا البنات وكبروا الاولاد ولاو المشاكل كيكثروا لنا بزاف مع بعضياتنا بين الدراري وبين داك الشيء، خدينا قرار اننا كلش تيقارو. خديجه بنيتها كبروا ولدها كبرت شت تيقارها وحنا شدوا تيقارنا، ما طلبت حتى شي كلمه العيب ما طلبتها. كتجي بعد مرات كتشكى من الام ديالي دارت لي دارت لي، كنقول لها امك هذيك منك ليها، انا ما تداخلش بيناتكم، داك الشيء كيبقى كيهمكم حياتكم هذيك، انا ما شغليش فيكم.
كتقول لي امك قالت بنتي امك دوات في بنتي، كنقول لها خديجه هذيك راه امراه كبيره، الا تقلقتوش قلقوا عليا انا، الا ضريتكم غنضركم انا. ملي هاد الام كدير لكم هادشي كامل، امي كدوي فيك كتشكيفه وتحرشي ولادي على امي، ما خدوش راه بحال امهم في مثابه. لا ما بقاش داكشي، لا صافي ملي كبروا الاولاد والبنات ما بقاش داكشي. ها فاطمه اختي ولينا حروبات داهم، لا ولينا حروبات مع بعضياتنا، ولينا كنتحاروا مع بعضياتنا. ابلاتي واش على قبل ادسنس والمواقع التواصل الاجتماعي ولا على قبل الدومين ديالكم؟ الدومين ديالنا انا ملي كثرت لهاش المشاكل مع الوالده ديالي قلت لها خديجه انت من طريق وحنا من طريق، ما تبقايش تعرضي علينا ما نبقاوش نعرضوا عليك. انا اللي كندوي معاك، مشيت انا وياها الاخ ديالي دويت انا وياها باش ما يبقاوش المشاكل. قلت لها شدي تيقارك ونشدوا حنا تيقارنا. قالت لي صافي. قلت لها تعرفيني سلمي عليا في المناسبات ونهضروا، انا بحالي بحالك، امي مراه كبيره حسبي تسطات كاع ما تبقايش تهضريها، ما قلت حتى كلمه المعقول. ولكن ما خرجوش لما شنو كانت كتقول لهم زعما؟ كانت امي غير كتقول كلمه حق ولا تهضر ولا لا دارت شي غلط كتقولوا فيها. هي خديجه فواحد الطبع ديما كتخترع واحد الكذبه، هذا كذب، خديجه معروفه انها كذابه بفيريتي وناس كلها كتشهد عليها، وداك الشيء كيبقى كيهمها ودبر راسها. الا بغات تخلق لك واحد الكذبه غتكوني تبارك دابا ترجع لك هذا حمر ترجعوا لك حمر وتبكي وتدعي. صح قولي لها هذا حمر، ما قلتيش هذا حمر طيح لك. كانت عزيزه عليكم خارج، راه كتجي كتضاربوا معاه وكنتقاتلوا كنقول ضرب با هادي، باغا تضربي معايا هادي ضرب با ما نخرجش منها ضرب با، باغا نبقى في هادي ضرب با. كنبردوا كنسكتوا، كتجي هي كتدفع الباب وتدخل ضرب با هادي. لدرجه اختي اخر هاد الاواخر كامله اختي، وكان جا داك السيد بو عباس الله يرحمه كان عزيز عليا، انا ديك السيده ما كان عندي معاها حتى مشكل، تدخل هاد السيد وجا هاد الدومين ديال الوالده هو اللي كثر عليا المشاكل مع هاد خديجه. الدومين ديال ليلات ديال ليلات ما عرفتش واش ديت لها انا شي حاجه، واش كنمشي لها تنزنقتها، ما عمر زنقتها الشكي ديالها ما كندوش. ما كديروا زعما نفس الدومين؟ ما كندوش، كل خير في محاله، هي كدير شغلها وحنا كنديروا شغلنا على الوالده ديالنا، ما عندنا علاقه على كليان، ما تنضربوا على كليان، ما كنديو ليها ما كدي لينا، حنا عندنا ناسنا. هادي راه غير جهنم باش بنادم يكون واثق، حنا ما غاديش نضربوا على جهنم نمشيو لها كاملين. انا راه عندي ضمير، لنعس كنبقى تجيني المخده كتجيني البكيه، الناس بغاو الدنيا بزاف تشبتوا بها، داروا الجنون بحال هما واحد الدوامه غنعيشوا فيها خالدين. هادي راه غير دار الممر، كاينين جنون فاطمه ماشي دار البقاء، كاين بعدا الجنون. شوفي كل وحالو، واحد كيقول لك انا ولد امي ما انا، شوفي خليني داعي هاد الحال، هاد الناس من وسخوا الحال، انت وليتي انتي كتعايري وكتسبي وكتوصلي لهذا المستوى كامل، وانا راه ما بيناش. انا دايره تيك توك بنت في اول مره، ودرت يوتيوب نهار هذاك السيد دار زواج مزيف بحريوده اللي هو كان كيدب، وانا ما عارفاش كيدب على النيه ديالي، مشيت من الصواب ديالي دينا الاعلام ودرت العاده والتقاليد ديال بلادنا لاول مره، ياك درت ديك العاده، هو كانت عدو ليله وانا اخترعت ديك الساعه النهار ودرت لي العاده زعما انه راه عريس. ديتي العلامات اللي موالفين كنديرهم حنا هذاك راه زواج ده. ما كانش زواج، ملي سالت في الاخر قال لي الناس ذاك راه ماشي زواج، قلت له ما شغليش انا اللي نيتي راني درتو. مي درت ديك العاده، هو السيد ضرب طوندونس في المغرب والامارات، جا هو الاول، بقاو الناس كيدخلوا عنده كيقول لي شكون مولات هذا الصوت، بغينا ديك البنت، بغينا هذيك البنت اللي دارت ديك العاده حيه ولا ميته بغيناها. هاد السيد عمرو ما حطني في شي محتوى، هاد السيد عمرو ما بينني في شي محتوى، انا طلعت بدراعي ما طلعتش بالكذوب. نطيت درتي الصفحه قلت لهم انا هي اللي درت الاعلامات، درت قناتي فيها واحد جوج فيديوهات، بقاو الناس كيقلبوا عليا لا في اليوتيوب، بقاو الناس كيقلبوا عليا هما يلقاوني، هذيك هي مولات القناه. ديك الساعه كملت التفاعل، ديك الساعه كملت التفاعل ديالي، وصلتني 1000 كا، ما عمرني جبت شي واحد في اليوتيوب، ما عمرني قلت شي واحد دوي عليا ولا هضر، درت داكشي ديال والدي بقيت مكمله عليه، درت شي عاده ولا شي تقاليد ختمت شي وليد في سبيل الله كنلوحوا في القناه، لقيت جمهور بزاف كيحبني وكيبغيني وكيتعاطف معايا، تيقولوا ديك البنت ظريفه وعندها تقاليد زوينه ظريفه، غنتعاونوا معاها ونمشيو عندها. لقيت الناس جمهوريه اصلا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تعاطفوا معايا، كل شيء جا عندي. اصلا هذيك القناه فاتي درتيها حيت انت كتعاني من بعض الامراض ودخلتي في حاله اكتئاب، انا كتروحي بها على كتفوجي بها على حاله، هادشي علاش درت القناه.
شويه وانا نوض وانا ندير تيك توك. درت تيك توك وليت كنتعاون به مع الناس، مع راسي، مع نفسيتي. انا من هنا الاب ديالي وانا داخله في اكتئاب تماما، كنشرب الادويه النفسيه حتى بوامات قدامي بس كتعقد بيا، ما مريض ما حتى شي حاجه. هذاك الشيء ما تنساش ليا. ما عمري كانت وكيله خديجه حاضره فاش كانت عندنا في الدار، كانت معانا وعاشت المأساة ديالنا، وكنا مخاصين مع رضا كان كيصبنا في التليفون، وبا مسكين غيموت تقول لنا خلي رضا تنسالي لي. ولكن كانت ديك المخاصمه كانت حلوه، ما كانش هاد الحقد اللي تحقد عليا دابا. عادي عادي عادي، كنا حباب. نهار اختي لي بنت في تيك توك ولو كيطلعوا لي الفيديوهات ديالي كندير العادات، اتصلوا بيا ناس قالوا لي اختي حنا غادي نعاونوك كملي في داك المحتوى ديالك عجبنا، حتى التقاليد ديال البلاد راه ما عندناش، كملي فيها. وتما كتكون شي مناسبه كنلوحها كيطلع لي الفيديو، كنلوح شي تقليد خالتي شي وليد كندير العاده كيطلع لي الفيديو، كيطلع لي الفيديو. ولات كيكثر واحد شويه الغل ما بيناتنا، ما بقاتش عندنا انخلاط مع بعضياتنا. علاش كل واحد صافي تبارك الله المتتبعين ديالو ولا درجه شنو تبارك الله عند المتتبعين اللي كيبداو بزاف راه كاين اللي كيقول للناس. شوفي انا اول حاجه نقول لك فاطمه زهراء اختي ما غنفتخرش على راسي، انا عمرني ما كانت الشهره هي سبب الشهره ديالي، ما عمرها كانت سبب الفضيحه هي سبب الشهره ديالي. انا درت شي حاجه بدراعي، تعاطفوا معايا الناس بدراعي وبكلامي الزوين وبطيبوبتي وبالخير ديالي للناس. اني ما عمري ضيعت شي مسكين وما عمري تعديت على شي مسكين. انا الجمهور اللي عندي كيحبني، كيحبني لله، ربي حبب خلقو فيا وبغاني. انا ما كنقولش ناس نهددهم باش يبغيوني ولا ندي لهم رزقهم تكون عندي سميه باش يبغيوني. انا هاد السميه ديال بنت عباس ديال الاب ديالي ما طفلتش عليها، با كان راجل وسيد الرجال ولا درت سميتو كنتباهى بها. انا كنت بنت عباس في الواقع بلا مواقع، انا بنت عباس في الواقع من طنجه للقويره. با كان معروف، كان انسان خلوق، صاحب الخير، صاحب الحسنات، صاحب اليتيمه، صاحب العجاله، طبعت بداكشي ديال الاب ديالي. انا عايشه بوحدي مع راسي، داكشي اللي كندير انا مع راسي. ما عمر كانت هاد السميه الشهره ديالي هو تيك توك اللي غيشهرني. حبوني الناس وطلعوا عندي صافي، بداو الخلافات. صافي بداو الخلافات. اختي تا كان ملتزم واحد النهار هاد السيد ما بينو وبينو غير الخير والاحسان، ولا كيطلع ليا امي كانت معروضه لواحد المناسبه مشات ليها، انا ما كنتش مع الوالده ديالي، وقع شي نقاش بالوالده سبب هضره خايبه ما نعاودش كفاطمه الزهراء. اذا راه الشر عندهم دابا دعوه في لابيجي في الدائره ديالنا، سب امي بواحد الكلام اللي ما واش في اللايف مباشره مباشره وخبط عليها الطوابل لدرجه تقلب عليها الطابله وبغى يصوتها، والعالم كله كيتفرج في ديك المناسبه اللي هما عياتوا الرجال اللي كيخافوا من رضا، حيت رضا قبيح وعنده الاموال ما تقدرش المراه تدوي معاه حيت انسان طاغي. وزعما عير مرا كبر منه رضا. قلت لبح لاني الفيديوهات اللي لحت كنت في واحد الحاله هي السيريه وجاتني الحقره وتظلمت، حيت عيت ما نصبر وصبرت بزاف وانا كنعاني من الامراض النفسيه، وانا داكشي اللي دايراه غير التسليه على صحتي. وهاد السيد حقرني بزاف وضغط عليا ضغوطات كبيره وسد عليا جميع جوانب البيبان، وانا فيا ما ندير بزاف الحوايج وتعاطفوا معايا ناس في السلطات، وبقيت في ناس بزاف كيعيطوا لي لحد الان دابا، وانا عم تحديتوش. انا قلت داكشي كامل وغيبت وشدني كرز وداوني للانعاش البارح ضاله بسببي بسبب معيور، يا المنيكه يا الفاعله يا التاركه. انا منيكه من وجهي، انا كنمشي مع الدريات، انا كنمشي مع الرجاله، انا تنمارس الدعاره، انا كنمشي مع العيالات، يعني جميع الحوايج هاد السيد دارهم فيا. ما احترم حتى شي واحد هاد السيد. عندي راجل وثلاثه وليدات، ولدي عنده 17، واحد عنده 15، واحد عنده 11 سنه. وهاد السيد عذبني وعندي ثلاثه الخوت بولادهم حتى هما مربيهم انا، كلهم كيحترموني. وهاد السيد شرق لي الليغا ديالي عبر العالم، وما دويتش انا وما هضرتش فاطمه الزهراء. علاش دابا هاد القاعده؟ عملت شكايه. علاش وقعت المشكل؟ امي على امي على الام ديالي دارت شكايه في الدائره وتصنتوا ليها على السب والشتم، ما ضربهاش. حنا كنقولوا هذا الشيء. هذه هي جوج في المليون. امي بسبب ديالها على قبل القناه. باش يطلع عليها القناه. اللي كيعطيني جوج في المليون ديالي انا تخرب عليا طابله صوتني عند حامد. الشيخات والعالم كله كتفرج، الناس كلها كانت كتفرج. شكايتي عند وكيل المريض. خدينا الشكايات لغايه اللي انا بقى في حال. عطينا جوج المليون؟ الوالده ديالي، انا زعما هو غيعاوني في القناه، عنده ناس كيساندوه
في القنوات ديالو. بغيتي ديري ديك الشهر خدو عندي بالسوال ودرتي الضياف وعندي الفيديو. شنو كنت غنقولو؟ لا نقولو كاين عقول قال لي بغيتو طلع لكم الحكومه القناه قريتو نص المليون. لقيتو واقف بحال هكا قلت لي ريده؟ لا ريده انا مالي مضاربه مع ريده ونقول ريده صافي مضاربه مع ريده ومضاربين عند حميد السرباي. واش انا ما قلتش راه دوسيا قداش راهم جبد فينا بيجي ماشي شغلكم فيا انا. جا وشهد معاك شي واحد من تما كاينه بان شد فيه حميد ايوا شد فيه المحبوب بان قرب عليا الطابله صافي صافي لا لا نكمل والله حتى نكمل لا والله حتى نكمل والله حتى نكمل والله حتى نكمل ما تكمليش ما يخدوش حنا راه الله يحسن عوان المراه كبيره وما رضاتش انها تعاير راه الحكرة هادي انا صدمتيني ملي قلتي لي راه فاطمه راه الحكرة هادي راه حكرة هادي راه كتسمى الحكرة هاد السيد حقرني انا راه ما حقرش الرجال اللي كاين في الدار هو ما باغيش الرجال باغي وليا حيت هو داك السيد وكان محسوب من الرجال غيمشي عند الرجال هو محسوب من الوليات غيجي عند الوليات فين عمرك شتي هاد السيد كيتحارب مع راجل واعر ويكون من هادوك الناس القباح نهار عرفت ريده في السوشيال ميديا وبقى كيتعافر مع العيالات المراه المغربيه عنده بحال الزباله لا حاشا لا شوفي ريده المغربيه لا 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 شوفي انا 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 كن انا كنوب على المراه المغربيه وبغيتهم يساندوني ويعاونوني يوقفوا معايا ريده كيكره المرأة المغربية عندو معاها شي مشكل شنو وقع لك معاه مؤخرا؟ أنا مؤخرا دابا 100 سنة الدعوة ديال الوالدة راهم دايعين قيدوا ببعضياتهم طلع ليا لايف سبني شتمني درت سيدي ديت للوكيلة الملك تصنطت ليا عمرك ما سبيتي عمرك حتى لهذا طلعت لايف كان بكي فيه دراش أن السيد حقرني وحقر الوالدة ديالي هادشي ملي طلع له المشكل مع أمك ملي طلع المشكل مع أبي صافي سديت الموضوع وخليت الشكاية تما طلعوا رونوا عليا تما وبقات الشكايات محطوطين دابا في الدائره ديال حيمولي رشيد في لابيجي المنطقه ديالنا ديال حيمولي رشيد راه كلشي باقي فيها مقيد انا واحد السيده ماشي طاغيه انا واحد السيده على قد الحال كيف قال هو انا كندير غير البلاكيور نتوما عندكم الكفرات ديال الذهب فيهم 100 مليون انا فقيره وشعبيه وبنت الشعب وكنطالب بحقي الفقر ماشي عيبه الا عطاك الحق انك تطغى على العيالات ما بقاش الحق في هاد البلاد الا عطاك الحق تعاير العيالات وتسبهم في كل لايف دير عليهم اللي خديتي عليها الفلوس كتطلع عليها طوندونس ما خليتيش شمره مسكينه كتعيش سالمه ما خليتيش شمره كتعيش بخير مع راجلها فرقتي عيالات مع رجالتهم فرقتي الدريات مع صحابهم وتا هادوك اللي معمرين كتافك كنتي ساندوك راه كيمشيو في الحقره والظلم انا كناشد هاد السيد الحكومة اللي هو طاغي بها وكيتعنى بها اختي عندك وليدك كترجي فيه الخير وخا يعطيك 6 مليونات السيد بعدي منه في اشهار راه حقار وكيدير الطغاة وحاقر على الناس شنو وقع لك معاه البارح؟ انا اختي شي 4 ايام هادي كنت معروضة هو كان معروض انا كنت معروضة انا وليداتي وخوتي الوالدة ديالي عند واحد السيدة مشينا اختي معروضين دخل داك السيد هو في قنت وحنا في قنت وخا عندنا دعوة بعضياتنا صافي القانون بيناتنا انا واحد الانسانين من داك النوع اللي انا صبورة وكنصبر بحقي وكنجيبها في راسي ومشي كان عزيز على الكريدة وكنصبر كنتو معاه كنتو ما يعقلش عليك فاطمة الزهراء اختي وتجي فيك الدقة لا عطت لك ريضة انا نقول لك من هاد المنبر الناس كيشوفوا فيك والله وديني غلط واحد مع ريضة يا شي شرشمك عبر العالم وما يشعرش بيك هي براسها خديجه ملي كينوض لك كيفرعوا لها في الزنقه هادو اللي باغي يتحانوا عليه ويضادوا عليا لا بناتها ولا هو كيتشدوا من شعره كيتريشوا في الزنقه كيوصلوا للحبس بالجناوه كيتقاتلوا هاد الناس اللي باغي يضادوا عليا خديجه براسها كتعير بالكلام الخايب مع دريده هادو اللي باغي يضادوا عليا وكيقولوا حنا في الكتاف وحنا معاك في الكتاف راني مقاتليه وريضه وصيفطها من الامارات وداروا فيها الشوي مع بعضياتهم داكشي خصوصياتهم كيبقاو غير ما تضادوش عليا انا راه بوحدي نتوما قبيله كلكم كتهاجموني انا راه كنا نتوما كتهاجموني كاملين انا التيك توك راه يطيع عليا الدل ويخليكم دار الشنويه تحقروني وريضه تحقرني انا كنطالب الا كانت روحي عندكم تقبط دابا الا كان الاكسجين ديالي عندكم غير ديوه دابا
انا ما كنعيش في التيك توك، دايره تسليه ولمرضي. نتوما ما قتلونيش في مرضي، ما بغيتوش تبعدوا مني، عطيكم ثقه. ديك النهار هجمتي عليا هنا وسط الدار، قلتي لي كتقلديني. مثلا فاش غادي نقلدك؟ مثلا انت كتغيري مني، انا قدك، فاش كنغير منك؟ انا كنمشي نحط مثلا في البار، غادي نبرك نحط قرعه وانت حدايا نغير منك؟ ها واش انا غادي نمشي لمكة ندير فيها شي مصائب ونغير منك؟ عرفتي شكون اللي من غنغير انا؟ غنغير من مولات الصلايه والتسبيح اللي قريبه من الله سبحانه وتعالى، اللي كتعبد الله. غنغير منه وغنقول انا غادي نمشي لجهنم وهي غادا للجنه. علاش يا سيدي ربي ما نديرش بحالها؟ الا كان على بحال التسليه والتفاهه ديالك نحاول نقتل راسي وما نكونش بحالك. الا كان عندنا الصبر والاحتيال ورزق الناس اللي كتديو، انا ما نحاول ما كنكونش بحالكم. واخا نعيش بخبزه كارمة في الزنقة، وكنطلب. أنا عندي ثلاثة العزارة، ما بغيتش ندير الذهب. درت الذهب هو زياد وآمي ورمزي، كنعيش معاهم تحت سقف واحد، وعندي راجل ساترني وساتراه. أنا كاع داكشي اللي مهمكم نتوما أنا ما بغيتوش. أنا باغا ما باغاش الدنيا، باغا الآخرة. أنا باغا نعيش على نهار ندير فيه الخير ونموت. نتوما كتحبوا الدنيا والملاهي والبيران عندكم هما الشهرة، وتجيبوا المغنيين المشهورين هما الشهرة. داكشي انا عندي تفاهات ماشي شهره. هذاكشي عندنا فضايح ما كتقربوش من الله سبحانه وتعالى. الا عرفتي القبله فين كاينه وعرفتي كيفاش توضي وضوء الجنابه، انا قادره انايا ديروا فيا اللي بغيتو قدام هاد الناس كاملين. صحابات الميناج كيتشكاو منك، كيجيو يبكيو عليا وكنتعامل معاهم، كنقول لهم ما تدوش عليها. كسالات ديال الحمام وكيبكيو بالدم، كيكسلوك اربعه تكسيات في العام ما كتخلصيهمش. شنو غتقولي لله؟ في الاخر باغي نتفقوا عليا انا. اش غتقولوا الله في السرقه ديال مكه في بيت الله الحرام؟ هادشي اللي كتقولي فيها فاطمه الزهراء، واش عندك عليه شي دليل ولا غير كتقولي؟ اش غتقولوا لله بالدعارات اللي كتخدموا فيهم؟ اما انا عارفه راسي شريفه فاطمه الزهراء، دابا انت كتقولي شوفي يا فاطمه الزهراء، تحقرت وتظلمت، ما عمرني كنت نخرج السيطره. كاين الناس حقروني حقروني، وحروني في كرايز ومريضه عندي عمليه غدا في الصباح، عندي عمليه. هاد الناس حقروني، سمعتي؟ تعداو عليا. شنو وقع كاع؟ شنو وقع؟ البارح شفت ثلاث ايام هادي اختي. شو تلاقيتو في واحد الليله؟ تلاقيت في الليله، الغد اللي جيت من الليله، الكونت ديالي طار ليا من بين يدي ديال تيك توك. الليله ما طرا بيناتكم حتى مشكل؟ ما نمتهمش، ما قلتش شكون دا ليا. كان طلع في لايف كنقول من المحسادة ديتو ليا الكونت، المحسادة ديتو ليا الكونت، ما جبدت أي اسم، ما جبدت شي واحد، ما درت على حتى شي واحد ولي عندو شي فيديو أنا كنقول دو لي الكونت جبدو. أنت ما كنتيش ظانة أن ما عرفتش شكون اللي مديك الكونت، كون ما دواش معاك الهاكر؟ أنا دوا معايا الهاكر، لقيتو معلق الكونت ديالي الدري. دخلت كنقلب في لاباجات، لقيت الكونت ديالي معلق وأنا ندخل عند السيد، لقيت الأمي اللي عنده داخل عندو، لقيت ناس كنعرفهم. هو الدري ما كيعرفنيش، ما عمرو شاف المحتوى ديالي، عمرو شاف قناتي. دخلت عندو بديت كنبكي عليه وتنشكي عليه وكنبكي وتنشكي وكنبكي. قال لي في الاول عطيني 140 كيتفاصل معايا. درت شي زاز شويه، هذا تاخر الناس هادشي راه كيصيفط للحبس، ويقول لي عطيني 60، هادشي راه كيصيفط للحبس 60000. قلت له اخويا وشكون اللي شكني فيك باش ترجع لي كونتي وعطاك 60؟ نتلاقى معاك؟ قال لي لا. نشوفك؟ قال لي لا. نعطيك واحد 600 كنيه وتصيفطي فيها، وعطيني المضبص ونرجع لك داكشي ديالك. الدري صراحه صدق معايا، ولد الناس، انا ما متابعهش. لا ولد الناس الله. هاد الدري شوف واخا عامني خايب، هو راه دافع. ولكن اسمحي لي، هادو اللي كيدخلوا الكونتات ديال الناس وكيهاكيو هما، دول خصهم المعاقبه. هادو راه كادو كيقلبوا على الحبس. هادشي راه مشاو فيه الناس، حمزه مون بيبي مشاو فيه الحبس، مشاو في اسماء ليا كبيره ومشهوره، هاد الناس اللي كيهاكيو الحسابات الشخصيه ديال الاشخاص. اللي كامل اختي، واش عارفه ان هادشي راه داخل في القانون الجنائي؟ هادشي راه خطير هادشي كله، وعندي بزاف ما يفيد. واش راه ساهل الشرطه العلميه والتقنيه وعندهم الخبره على جميع الهواتف، يقدروا يجبدوا بها اي واحد كان ليه يد من قريب او من بعيد انه يهاكي حساب شخصي ديال شي واحد. وانا نقول ليه خويا، فرضا هاد الحساب دايره فيه انت صور خاصه، دايره فيه صور ديالك انت في دارك عريانه مع الزوج ديالك مع وليداتك، كلنا عندنا حسابات كنديروا فيها ديك موا اونيكمون كتبقى عندك، كتصوري شي صور وانت لابسه حوايج الدار
ودايره موا اونيكمون يعني راه كتشوفيهم غير راسك، هادشي راه خطير. وانا غدا بعد غدا تهكا ليا الكونتون فيه تصاور مع وليداتي ولا تصاور مع الزوج ديالي وفي داري ولابسه بيجامتي ومحيده فولار ديالي ونلقى راسي انني هكاني واحد ويقول لي اري 140000 ريال. ساليت المسؤوليه كامله في اللي نعس الصباح ويعيط لي قال لي اختي بغيت نعرف اش بينك وبين الناس كاملين وكلشي كيصوني عليا. هي تلقيت مكالمات بزاف من الناس اليوم واصلين من درجه الناس في المخزن عيطوا لي وقالوا لي انا ما كنعرفش بلي انت ما كتعرفيش هاد الناس. قداش من الناس قول له كتعرفي المخزن الله يهديك، الناس مخزنه يعيطوا له عافاك ما تهاكيش سير تلعب سير. قال لي شوف هذيك البنت اللي درتي لها داك المشكل راه بنت الناس ودرويشه، طلب ما تسال في الكونت نرجعو لك اللي بغيتي نعطيك. قال لي بلا ما تطلبوا على بلا والو ديك الساعه بقات فيا وعاودت لي الظروف ديالها والمحتوى ديالها راني شفتو عند الناس ودارت واحد اللايف. انا ندمت صراحه ندم كبير، ما كانش عليا ندخل عند ديك البنت وندير لها داك الشيء. كيدخل عند شي واحد جبار اللي كيخسر الهضره وكيدير وكيدير لا لا دوك ما تيقدروش يدخلوا عندهم. درت عنده دخلت كيخسر الهضره وداك الشيء، صيفطت لي الكونت ديالي صيفطت لي كل شيء باش يحاول معايا ويرجع لي الكونت. دابا حتى كنتلقى خبر انا الكونت ديالي مشى نهائيا ما عمره غادي يرجع، مشى من الارض تضرب. اذا كان كيضحك على كذا جابوا لي الطعن بان كونتك عمره ما غادي يرجع. هو قال لك ما عمره غيرجع؟ لا جاني ميساج. ايوا هو فين هو اللي كيقول لك غنرجع لك الكونت؟ لا صافي مشيت تضرب قوا عليا قوا الطعانات وضربوا بيا شكايات انني انا كندير الاجرام اسرائيل ودخلوا لي داكشي بزاف ديال الحروبات حيت كونت صعيب باش يمشي. سينيال حيت الكونت صعيب باش يمشي وفي داك المحتوى انا ما داير فيه حتى حاجه خايبه. يعني قوا عليك قوه السينيال. محتوى عائلي هذاك. واخا وهذا السيد هو اللي قال لك بان رضا هو اللي حرضه. دويت معاه وقلت له شوف انا كنطلب منك طلب واحد، انا عندي بزاف ديال الناس كيبغوني وكيدخلوا عندنا لدارنا وكياكلوا وكيشربوا في دارنا وكنحبهم وانا غير نيه. قولي شكون هذا؟ تقدر تقول لي شكون العدو ديالي دار في هذه الحاله كامله؟ هو يقول لك الله يجازيك بخير. قال لي فلان وفلانه وفلانه يديروا في كاتشي كامل. انا هما فلان وفلان وفلان. اللي هما رضا والشنويه وخديجه والحكومه. واخا وهذا السيد شنو اللي غيخلينا نتيقوا كلامه؟ واختي انا ما عنديش هادشي غيقولوا قدام امام الامام بطبيعه الحال. دابا خاصك تعرفي واقيلا سمعتي المكالمه دابا سمعتها تماما. خاصك تعرفي يا فاتي ان دابا ملي غادي تدخل القضيه المخزن غير سمعيني غادي تدخل القضيه المخزن راه غيجيبوه ويحكوا معاه ونشوفوا نيت واش بصح هاد الناس هما اللي حرضوك ولا لا. لا سمح فاطمه انا راه تحكرت ومشى ليا كونتي ما خصوش ولي عطى الله عطاه ومشى ليا كونتي. انا ماشي مرزق العيش ديالي هذاك، انا عندي راجلي خدام عليا هذاك راه غير كنتسلى بيه. متنفس متنفس ديالي مع الحباب باش ما نبقاش نعاني من شي حوايج بزاف نتفكر. ودابا المتتبعين اللي مشاو راه غيعاودوا يدخلوا عندك ان شاء الله. كلشي دخل عندي وعندي ناس حبوني فاطمه بتعباس، كلشي دخل عندي المحتوى وساندوني وعاونوني وراهم معايا في الصف ديالي وكيساندوا فيه وكيتفرجوا فيا دابا في هذا اللايف. ناس اللي من برا انا كنشكر الجاليه المغربيه كاملين ساندتني وعيطوا ليا وبغاوني وقالوا لي احنا معاك في صفك وحنا غنحاربوا معاك بزاف د الحوايج حيت انت مظلومه. وهذاك الفيديو اللي خرجتي به البارح عرفناك في هيستيريا ومظلومه. مني قال لك هذاك الشخص هكا كنتي تخرجي بذاك الفيديو؟ لا انا عندي واحد المناسبه واقيلا انتم راه كتشهدي كتشوف المناسبه اللي عندي غنصور ديال عيد الميلاد اللي ما تمتش المناسبه باقا دري حليوته كاع ما تقسمات مسكينه باقي كلشي مجموع. عندي صحاباتي هنا مجموعين والناس دياولي راهم حاضرين حتى كنتلقى لايفات فيهم عيشة رانيا خديجة وبسمة وواحد الدري اخر حتى هو ولد السلطان اللي هو خطيب ديال بسمة طلع ليا في اللايف بالسبان والمعيول الخايب ياك ورضا. هادشي باقي ما دويتي ما عيرتيهم حتى حاجة. اقسم بالله العلي العظيم قدام هاد الناس اللي كيتفرجوا فيا الا انا الاولى درت اللايف هاجموا لي يديروا فيا اللي بغيتو. انا ما درتش لايف، انا ما كنتش في الدار، انا كنشطح وعندي العونيات وكنصور كنلوح في الكون الجديد ديالي حتى كنشوف اللايف دار ضجه وكل شيء كانوا معروضين عندك كل شيء على التليفونات هذوك. مشاهدينا الكرام غنكملوا معكم هذا المسلسل درامي. درامي والله سمحوا لينا راه تفاهات هادشي والله انا ما كانش غير وصل هادشي كيبان لكم غير تفاهات راه ماشي تفاهات هادشي راه فيه مس بالاعراض فيه مس بالشرف ديال الناس
فيه ناس اللي كيتبعوكم ومتبعينكم وانتم كتعتبروا مؤثرين. هادشي الا كان الا كان هادشي ما فيش تفاهات. هادشي الا كانت كتبان لك انت تفاهات الاعراض تفاهات راه ماشي تفاهات. لان دخل ولينا كنشوفوا دي باج كيبارطاجيو شي حوايج اللي فيهم مس بالاعراض ومس بالانساب. حنا راه عندنا عائلتنا تماما وتا هما عندهم نفس الشيء راه نفس الشيء. عبد الرزاق نفس الشيء تبارك الله راه مراه وهي بنت وانت ولدك عنده 17 سنه وخديجه عندها بناتها وبناتها عندهم رجالتهم. الا كان كيبين لكم نتوما هادشي راه تفاهات راه سمحوا لي راه هادشي راه كاين. ماشي لي انا في طنجة انا ما دايرهش البوز. هذاك الناس كتسحبوا هادشي بوز باش تطلع به القناه. انا كندوي على حقي حيت تحكرت مع هاد السيد. حيت عرفتي مزيان ملي قلتي لي عندك الناس يسحبوا بوز حيت واحد انا نقول لكم ولينا كنشوفوا السب في الشرف وفي العرض وفي الاخر كنلقاو الناس كيضحكوا. وانتم عارفيني انا محقوره ونضوم عريضه وتشلويه بزاف عريضه وتشلويه بزاف. حقرني بحال باغي يتزوج بيا دارني مرتو. بات عربيه دارني مرتو. اللي كيبغي يتزوج بشي وحده كيحقرها يديرها مرتو. حقرني دارني مرتو. اللي كيبغي يتزوج بشي وحده كيكبر بيها. لا قال والو غادي ديرني مرتك واخا انت انك ماشي راجل باغي ديرني مرتك. لا لا سمعتي فاطمه الزهراء لا لا ما نديروش راجل ثاني. شوفي شوفي حيت لي راجل فاطمه الزهراء رضا رضا شوفي سمعي رضا قبل دابا قبل ما نعرفوه حنا ويكون نكونوا تنعرفوا انت راه خوك راه يبارك معاك في الدار وكلا وشرب معاك. كنعرفو كنعرفو قبل منك ما تعرفيه تيا. قبل ما نعرفو كنعرفو عافاك لو كان في الرجوله ما غيمشش مال الراجل وين عيال الرجاله. لا ما يعجبنيش يسب. سمعتي ما غيعجبنيش يسب ما غيسبنيش انا كندافع على المراه المغربيه كامله كتسب ما يخدوش ما يعجبنيش شحال من دنيا كتسب. انا راه دويت بحرقه باش كندوي رانا كنفعلت كندوي بحرقه حيت انا محقوره تحقرت. ودابا الخطير في الامر ان داك السبان ولاو الناس كيديروه بالضحك وكيقول لك اجي نديرو اجي نديرو الدروس ديال 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 هو بريده بالشينويه ماشي بفاطمه بنت عباس ولا البنات اللي كيهضروا بالاداب اللي هما معايرهم وسابهم ساكن. كيفاش كيهضروا بالاداب؟ هو اللي عنده دار داك الشيء داروا محتوى تسطى فيه جهل بانت لي الفلوس وبانت لي المتاعة وتسطاو بزاف وجهل كيسحب الدنيا انها راه ما فانياش. هادشي كله فاني راه كاع اللي زرعتي هنا غتحصدوا لهيه